بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا الدور دلوقتي على ايه؟ على الكونتست، لان احنا لو رجعنا لورا كده خلصنا شيت 1، خلصنا كونتست 1، خلصنا شيت 2، داخلين على كونتست 2. فبكل بساطة أول مسألة في كونتست 2 أهي، أهو تيمون أند إيه؟ بومبا او ايا كان، لان دول اسماء اشخاص. تمام تمام المساله بكل بساطه بيقول لك انه هيديك رقمين، رقم بتاع اول شخص ورقم بتاع ثاني شخص. في مشكله؟ ما فيهاش مشكله. بيقول لك لو الرقمين ايه طرحهم اكبر من او تساوي زيرو هتطبع ايه الطرح بتاعهم، يعني هتاخد الرقمين دول تطرحهم من بعض، لو لقيت الطرح بتاعهم أكبر من أو تساوي الزيرو هتطبع إيه؟ المطروح منه عادي اللي هي 9 ناقص 1 بتساوي 8. طيب لو طرحهم مش أكبر من أو تساوي الزيرو، يعني 1 ناقص 9 بسالب 8، هل بسالب 8 أكبر من أو تساوي الزيرو؟ لا طبعا هطبع زيرو. تمام؟ تمام. فأنا هاجي هنا أقول له int num1 ونم2 cn num1 ونم2، وهقول له هقول له هنا مثلا int result equal num1 minus num2. هقول له بقى ايه if والله لو طرحهم اللي هو result اكبر من او تساوي الزيرو، تمام، see out result else سي اوت الزيرو. يا مشكله، جبت المطروح وتشكيت عليه، لو اكبر من او تساوي زيرو هطبع الريزلت بتاعتهم اللي هي مطروح، لكن غير كده هطبع ايه الزيرو. كنترول ايه كنترول سي ونعمل سبميت بوينت ايه سبميت، نشوف كده اكسبت ده، هي ما فيش اي مشكله وكله تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.